يا مساء الفل، تحياتي ليكي من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب تكونوا دايما في خير وسعادة. الناس الجميلة اللي أول مرة تشوف فيديوهاتنا وتشوفنا في القناة، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويا ريت تدعموا الوصفة بلايك. ده بيساعد ان احنا نتواصل مع بعض وبيساعد ان القناة تكبر. طبعا كلكم شايفين النهاردة انا جايبة لكم وصفة جميلة كلنا بنحب ناكلها. يا ترى هتعرفوا الوصفة دي ايه؟ الشاورما، بس مش اي شاورما. النهاردة هنعمل الشاورما السوري بكل تكاتها وكل حركاتها. الشاورما طبعا من الاكلات الجميلة اللي كلنا بنحب ناكلها، ودايما لما بنخرج الولاد دايما بيحبوا يطلبوا الشاورما السوري. والشاورما السوري طبعا بتتلف في عيش التورتيلا. النهاردة هناكل الشاورما السوري في البيت، انضف واحسن واضمن من بره بكتير، واهم شيء ان هي هتكون اوفر بالنسبة ليكي. طبعا كلنا عارفين ان الشاورما بتحتوي على نسبة بروتين حيواني كبيرة جدا، طبعا لو كانت في فراخ او في لحمة، وده بيساعد على تكوين الكتلة العضلية وخصوصا للاطفال، ويمد الجسم بالبروتين اللازم ليه. طبعا بتحتوي برضو على عناصر زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والاملاح والصوديوم، كل دي عناصر بنلاقيها في الشاورما. وطبعا بتحتوي على الخضار اللي هو مصدر للبروتين، مصدر للفيتامينات، وبتحتوي على العيش اللي هو مصدر للكربوهيدرات. يعني بصراحة كده بتبقى وجبة كاملة متكاملة، بالإضافة طبعا إلى إن هي بتكون وصفة شهية وبتعجب الناس كلها سواء كانوا كبار أو صغيرين. النهاردة هلفلك ساندوتش الشاورما لفة جميلة وحلوة قوي، هتعجبك جدا جدا وهتعجب ولادك، ومش هتاكليها برة تاني أبدا. شايفة الساندوتش جميل جدا وحلو قوي، أحلى كمان من اللي بناكله من برة وأنضف بكتير. هقولك بقى هنعمل الشاورما ازاي. بصي بقى، طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا عملت المكنه دي، يعني اخترعت المكنه دي اللي هي بنلف فيها الشاورما. المكنه دي انا عملتها في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا وبمنتهى البساطه، وحاجات موجوده جوه البيت. طبعا لو حد عايز الوصفه هيلاقي الوصفه في صندوق الوصف، هسيب لك اللينك في صندوق الوصف. ولو مش متوفر معاكي امكانيه انك تعملي المكنه دي، او مش متوفره المكنه دي في البيت، برضو هقولك ازاي تعملي الشاورما السوري بطريقتين تاني. يعني الفيديو ده فيه 3 طرق لصناعه الشاورما السوري وكلهم احلى من بعض، بس انا حبيت اقول لكم ان المكنه اللي انا عملتها دي عملت عليها تيست قبل كده بالخضار، ودلوقتي هوريك التيست الاصلي اللي هو الشاورما نفسها، علشان برضو أأكد لك إن المكنة سوت الشاورما بالظبط زي مكنة الشاورما السوري. بصي بقى، تتبيلة الشاورما دي أهم حاجة أنتي هتحتاجيها. هتحتاجي معلقة سكر، معلقة فلفل، معلقة توم بودر، بصل بودر، معلقة ملح، فلفل اسود، كوباية زبادي، نص كوباية خل، وطبعا صدور فراخ هتقطعيها شرايح، دي اهم حاجة. وطبعا تختاري الفراخ اللي هي تكون طازة، طبعا هتبقى معاكي اجمل بكتير. هتقطعي صدور الفراخ شرايح، وطبعا عشان تقطعيها شرايح وتبقى سهلة معاكي هتفرزيها في التلاجة، هيكون التقطيع اسهل بكتير. في الخلاط بقى هتتبلي كل التتبيلات دي، هتجيب الخضار وهتجيب البهارات، هتنزليها كلها في الخلاط. الخضار اللي هتستخدميه هتستخدمي فصوص الثوم وبصل وفلفل متقطع، وهتضيفي الزبادي وهتضيفي معاه الخل. طبعا الثوم البودر والبصل البودر انا عملتهم معاكم قبل كده، بيدوا نكهه حلوه جدا للشاورما. والوصفه هتلاقيها في صندوق الوصف، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف. هتضربي الخلطه دي كويس جدا وهتغطي بيها كل صدور الفراخ، وعلى الاقل خالص بتسيب الصدور جوه الوصفه دي مش اقل من 3 ساعات، لان السكر مع الخل مع الملح بيساعدوا على ان الانسجه تبقى طريه وجميله، والملح والفلفل والبهارات بيدوا طعم جميل للشاورما، طبعا بالاضافه للنكهه اللي بيضيفها البصل والثوم. والزبادي بيعمل طراوه جامده للشاورما.
بعد ما الصدور اتبلت كويس جدا هنيجي نرص سيخ الشاورما. شكل سيخ الشاورما بيكون بمنتهى البساطة. هتشوفي ازاي بقى هقولك. اول حاجة هتجيبي بصلة وتثبتيها في سيخ الشاورما من تحت، وانا قلتلك قبل كده ازاي السيخ ده بيتفك وازاي المكنة دي بتتعمل. بعد كده هتبدأي ترتبي تشكي الصدور واحد يمين واحد شمال، يعني هتعمليهم عكس بعض زي ما انت شايفة كده. ممكن تضيفي في النص مثلا بصلاية حاجة خفيفة كده بحيث تعزز برضو الطعم وتخليه جميل، لكن انت لو سايباها في التتبيلة 3 ساعات مش هتحتاج اي حاجة تاني. زي ما انت شايفة كده السيخ اتشك معانا كله، والفراخ ريحتها جميلة والانسجة بتاعتها طرية جدا، لان الخل مع الزبادي مع البهارات عمل طراوة للانسجة حلوة جدا. زي ما انت شايفة كده شكينا السيخ كله، بنشغل بقى المكنة. وزي ما وريتك المكنة دي بنشغلها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بندخل السيخ وبعد كده بندوس على الكوبس، هتبصي هتلاقي السيخ بيلف معاكي زي ما انت شايفة كده. هيلف معاكي سيخ الشاورما زي ما انت شايفة. طبعا عشان عندنا مصدر الحرارة قوي اللي هو الشواية التركي، دي بتسوي الفراخ كويس جدا وبتخليها طرية وحلوة. والفراخ لما بتبقى في التتبيلة لما بتتعرض للحرارة بتطلع ريحة جميلة كأنك بالظبط قاعدة في مطعم سوري بتاكل شاورما. شايفة الطريقة سهلة وبسيطة وانا وريتك المكنة. طب افرض مفيش المكنة دي في البيت نعمل ايه؟ هقولك على طريقتين. اول طريقة زي ما انا قلتلك هتسيب التتبيلة زي ما انت شايفة وتبلتيها كويس وسبتيها 3 ساعات. هتشكيها في ايه بقى؟ هتشكيها في سيخ وهتلفيها بفويل وهتدخليها في الفرن. طب هتثبتي السيخ في ايه؟ هتثبتي السيخ من تحت في بطاطساية، لان البطاطساية هتكون اتقل من البصلاية فبالتالي هتساعد معاكي ان السيخ يمسك. ومن فوق هتشكيها ببصلاية، يعني هيبقى بطاطساية ومن فوق بصلاية وسيخ الشاورما في النص، وهتلفيها في فويل وهتدخليها في الفرن. بس اهم حاجة تبقى الحرارة متوسطة، هيطلع معاكي شاورما زي الفل. طب لو مفيش امكانية اني انا الفها في السيخ اعمل ايه؟ هتقطعي الشاورما مكعبات، وفي طاسة تيفال هتجيبي شوية زيت وهتبدأي تقلبي فيهم، برضو هيطلع معاكي سندوتشات الشاورما جميلة. بس انا علشان عملت المكنة دي فانا وعدتكم اني اول ما هعمل فيها شاورما هصور لكم الشاورما وهي بتستوي. شايفين الشاورما جميلة جدا وهتبتدي تلون معاكي حلو جدا جدا. على فكرة مش هتاخد كهربا كتير، لان هي اوريدي الفراخ التتبيلة عاملة لها سوا، لان الخل مع السكر بيخلي الانسجة طرية جدا وناعمة ومش بتاخد سوا كتير. تتبيلة الشاورما دي كمان لو انت عملتيها في الفراخ المشوية هتطر معاكي الفراخ جدا ومش هتخليها تاخد معاكي سوا كتير. سواء بتعملي لحمة او فراخ لازم تسيب اللحوم جوه التتبيلة مش اقل من 3 ساعات. طبعا السيخ بيلف وزي ما انت شايفة مش عايزة اوصفلك الريحة. هقطعلك دلوقتي سيخ الشاورما وهوريكي بقى قد ايه الفراخ مستوية وجميلة جدا. الصاج اللي من تحت ده انا قلتلك ان احنا بنفكه، انا دلوقتي بعد ما اخلص هفكه وهنضفه بكل سهولة، وهتبقى معايا المكنة نظيفة وجميلة جدا. شايفة يعني ولا اجدع لحام، يعني شاورما شاورما سوري سوري مفيش بعد كده تاني. طبعا خبز التورتيلا انا عملتهولك قبل كده وهتلاقي الوصفة في صندوق الوصف. هسيبلك لينك المكنة وهسيبلك لينك التوم الباودر وهسيبلك لينك بتاع العيش التورتيلا لو حابين تتفرجوا عليه. دلوقتي هنجيب العيش زي ما انت شايفة. طبعا انا بحب اخلي فيه خضار في الساندويتش عشان برضو يبقى القيمة الغذائية اعلى بكتير من لو ما كانش فيه. ممكن تحطي فلفل، خيار، خيار مخلل بيبقى جميل جدا مع الشاورما. بتحطي برضو جرجير متقطع وطماطم متقطعة زي ما انت شايفة، وطبعا فلفل رومي. والكاتشب الجميل ده انا عاملاه في البيت، يعني بصوا اللمعة بتاعته ولا كاتشب هاينز، حاجة حلوة جميلة جدا. هتلف العيش معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده، وهيبقى معاكي اجدع ساندويتش شاورما اكلتيه في حياتك. شايفين الجمال؟
حاجة حلوة جدا. لو عجبتكم الوصفة يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بلايك. وكده خلاص خلصت وصفتنا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد في عالم الطبخ. تحياتي ليكم وبألف هنا وشفا.